السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي الأعزاء، طلاب جامعة الدلتا، تحياتي لكم. إن شاء الله هنكمل محاضرة هذا الأسبوع اللي كنا بدأناها، وكنا بنتكلم عن الميجرز اوف ديسبيرشن. قلنا ان الديسبيرشن اقصد به التشتت، فانا بشوف مقاييس التشتت داخل البيانات على مستوى البوبوليشن. فعشان اوضح الامور اكتر شويه، لو انا عندي مثلا تو جروبز كده من الداتا، الجروب الاولاني دي القيم بتاعته 63 70 78 وهكذا، والجروب الثاني دي الداتا بتاعته 73 اتسترا. لو انت بتحسب المين فاليو للجروب الاولاني هتجد ان هو 76، وللجروب الثاني ايضا 76. ولكن لو امعنت النظر ودورت في الداتا كويس وبصيت وعملت كونسنتريت كده على القيم كده، هتجد ان القيم في سكند جروب، لاحظ كده 73 78 77، هتلاحظ ان هي فيها هارموني، القيم متسقة مع بعضها شوية، الديفرنس مش كبير قوي، او بمعنى ادق متسق مع بعض. 73 من 78 كام؟ 5. طب 78 من 77 1. طب 77 من 1. 78 ل 75 3 اتسطر. فتجد القيم هنا، الفروق ما بين القيم وبعضها متسق مع بعضه، فبنقول عليها الداتا في هارموني. طيب، لكن لو بصيت في الجروب الاولاني 63 70 78، ركز كده فيها، الديفرنس 63 ل 70 كام؟ 7. من 70 ل 78 8. من 78 ل 81 7. من 81 ل 85 4 وهكذا. فبنلاحظ ان القيم فيها تشتت نوعا ما، ويتضح ذلك في قيم اخرى. فاحنا عاوزين نقيس ازاي الاستاتستيك بيقيس لك الديسبرشن الموجود في الداتا. في مجموعه من الميجرز بتقيس الديسبرشن. قبل ما ابدا بالميجرز ديتي، هديك بس نوتس كده تخلي بالك منها، ان لو وجدت ان القيم the all the values في الداتا are the same، ده معناته ايه؟ لو لقيت القيم كلها equal، معناتها ان ما فيش اصلا dispersion، there is no dispersion. لكن لو وجدت القيم مختلفة عن بعضها، اذا هناك dispersion. ربما بقى الديسبرشن يكون كبير، يكون صغير، ده موضوع تاني. طب لو لقيت ان الفاليوز كلوز تو اتش اذر، قيم كلوزد بالنسبه لبعضها البعض، ده يعني ان القيم قريبه من بعضها، يعني ان الديفرنس او الديسبرشن هنا از فيري سمول. لكن امتى يبقى الديسبرشن كبير؟ لو القيم are widely scattered، يعني القيم متباعدة عن بعضها بمسافات. نبدأ بقى في أهم الميجرز اللي المفروض حضراتكم تبقوا عارفينها: range، variance، standard deviation، and coefficient of variation. أربعة ميجرز هنقيس بيهم الديسبرشن. نبدأ بأول واحد، الرينج أخذناه أصلا في المقاييس اللي كانت في الشابتر الأولاني. فتعريف الرينج إيه؟ The largest value minus the smallest value. مظبوط؟ طيب، على سبيل المثال، أدي مجموعة من القيم، احسب الرينج بتاعها. فأكبر قيمة 66، أصغر قيمة 38، يبقى هنا الرينج بتاع هذه القيم 28. شوف بقى الديفيشن بقى، تاني ميجر بقى. عندك الكوارتال ديفيشن
والمين ديفيشن اند الستاندرد ديفيشن، ثلاثه ميجرز باسم الديفيشن. نشوف يعني ايه كوارتر كوارتال ديفيشن. الكوارتال ديفيشن ابونا عليه الانحراف الرباعي، انحراف القيم عن الرباعيات، سواء الربع الاول من القيم او الربع الثالث من القيم. لو رجعت للمين فاليو، ما هو المين فاليو؟ هو الرباعي المنتصف، او ما ينفعش نقول عليه، او نقول عليه بقى الانحراف المنتصف. يعني ايه؟ يعني منتصف القيم، يعني الافريج. فبنقول ربع القيم، القيمة اللي تقع في الربع، يعني اللي قبليها عدد من القيم ربع القيم، وبعدها ثلاث ارباع القيم. طب لو القلوان ببحث عن القيمة اللي موجودة في الثلاث ارباع، يبقى قبليها ثلاث ارباع القيم وبعدها ربع القيم، ده اسمه الكوارتل. مظبوط. الكوارتل بيعتمد على، عشان تجيب الكوارتل ديفيشن او الانحراف الرباعي، لازم تجيب اللور كوارتل والابر كوارتل، او الكيو 1 اللي هو اللور والكيو 3 اللي هو الابر. المعادله، اذا معادله الانحراف الرباعي او الكوارتل ديفيشن هي الكيو ايكوال كيو 3 ماينس كيو 1 على 2. عشان تجيب الكيو 3 والكيو 1 وبعد كده نطرحهم ونقسمهم على 2، هو لازم تحدد فين القيمة اللي تقع عند الربع وفين القيمة اللي تقع عند الثلاث ارباع. فكلمة ان انت تبحث عنها او تحددها، ده معناته ان انت بتدور على الاوردر اوف كيو 1 والاوردر اوف كيو 3. الاوردر بتاع الكيو 1 هو عبارة عن ان بلس 1 مضروبة في ربع. ما هي الان بلس 1؟ هي الان هي عدد القيم، فعدد القيم بلس 1 مضروبة في ربع. طب لو انت بتجيب الاوردر بتاع الكيو 3، نفس القانون، الان بلس 1 بس مضروبة في كام؟ في 3 ارباع، لان انت عاوز تجيب الثلاث ارباع، القيمة اللي تقع عند الثلاث ارباع، او بنسميه third quarter of order values. طيب ثم بعد ذلك هنعوض بقى في الايكويشن اللي هي ثابته بالنسبه لكيو 1 وكيو 3 اللي هنفهمها مع بعض دلوقتي، اللي هي اكس بي، القيمه اكس بي بلس ار اللي هو الاوردر ماينس البي مضروبا في اكس ان ماينس اكس بي. تعال نشوف هنعوض ازاي في القانون ده. نجيب الاول الاوردر اوف كيو 1، ناخد مثال ونوضح الكلام عليه. For the following values, find the quartile deviation for the following patients ages. دي مجموعة من القيم تعبر عن وزن المرضى في أحد المستشفيات. 43، 66، 61 وهكذا حتى 50. والمطلوب من حضرتك find the quartile deviation، الانحراف الرباعي. عشان نجيب الانحراف الرباعي لازم الاول اخد القيم ديتي اعمل لها اوردر، ارتبها ascending or descending. فهو هرتبها هنا ascending اهو 38 43 وهكذا. اذا ال 38 بالنسبه لنا الاوردر بتاعها هي القيمه رقم كام؟ 1. 43 هي القيمه الثانيه وهكذا حتى القيمه العاشره. احنا عاوزين الكوارتال ديفيشن. كوارتال ديفيشن بيعتمد على اللور كوارتال وعلى الابر كوارتال. فاللور اللي هو كيو 1 نجيبه ازاي؟ نجيب الاوردر الاول. الاوردر بتاع كيو 1 عباره عن ان بلس 1، ان ب 10 قيم، بلس 1 يبقى 11 مضروبه في ربع، يطلع الناتج 2.75%. دور لي كده على ال 2.75% في الاوردرز اللي تحت دي، في الاوردر الموجود تحت ده، تقع فين؟ ادي الاثنين وادي الثلاثه، الاثنين 75 تقع بين اثنين وثلاثه،
إذا متوقع إن كيو 1 في هذه المنطقة قيمته هتبقى هنا ما بين 43 و 50، لأن الأوردر بتاعه طلع ما بين 2 و 3، لكن هو كم بالضبط لسه هنحسبه. مظبوط؟ تعال بقى نحسبه كيو 1. هتيجي بقى على القيمة اللي قبل الأوردر هنسميها بي، هنمرز لها بالرمز بي، والمقابل لها اكس بي. وعندك هنا اللي بعدها القيمة اللي بعدها هنسميها اكس ان. عوض، اذا كيو 1 هو عبارة عن اكس بي، اللي هي بكام الاكس بي؟ عبارة عن 43 اهي. الاوردر اللي انت لسه حاسبه اللي هو 275 ناقص البي ناقص الاوردر السابق اللي هو كام؟ 2، ماشي كده؟ مضروبا في القيمه النكست، عشان كده سموها اكس نكست، ماينس البريفيوس او الاكس بريفيوس اللي هي الاكس السابقه، يبقى 50 ناقص 43، طلع الناتج 48 وربع. اذا الكوارتر اللور كوارتر بيقع ما بين 43 و 50، طلع 48 اكزاكتلي و 25%. نفس الكلام هنكرره على مين؟ على الكيو 3. الكيو 3 هتحسب ازاي؟ هنحسب الاوردر الاول. الاوردر بتاعه عباره عن 10 زائد 1 مضروبا في 3 ارباع، طلع 8.25. فين الاوردر 8.25 ده؟ يقع ما بين الثمانية والتسعة. إذن البريفيوس أوردر هيبقى الثمانية، والإكس بي هي القيمة البريفيوس، واللي بعدها الإكس نيكست اللي هي الخمسة وستين. عوض عن في نفس القانون يطلع 64 بلس الأوردر اللي انت لسه حاسبه ماينس البريفيوس مضروبا في الإكس نيكست ماينس الاكس بريفيوس، يطلع الناتج 64 و 25. احسب لي الكوارتال ديفيشن عبارة عن الكيو 3 ماينس الكيو 1 على 2، يطلع الناتج 8. اذا ده الانحراف الرباعي. واضحة المسألة؟ ممتاز. بعدها على طول يجي المين ديفيشن، ده ميجر تاني. ما هو المين ديفيشن؟ المين ديفيشن عبارة عن الافريج of the absolute of absolute differences between each value in data and the average of all values of the set. يعني عاوز يقول ان المين ديفيشن هو عبارة عن الابسوليوت لحاصل طرح القيمة من متوسطات القيم، من متوسط القيم. يبقى الاكس ماينس الميو واعمل لها سميشن واقسمها على عدد القيم، يسمى المين ديفيشن. مثال، مثال نفس المثال السابق، نفس القيم اهي، عاوز يحسب المين ديفيشن ام دي. عشان تحسب المين ديفيشن لازم تحسب الميو. وما هي الميو؟ متوسط القيم اللي هي المين فاليو. طب نحسبها ازاي؟ عندك مجموعه من القيم اهي، مش لازم نرتبها ولا حاجه. دي القيد الاكس، اكس ماينس الميو. فين الميو الاول؟ سميشن الاكس على الان، سميشن الاكس، تجمع الاكس كلها وتقسمها على عددهم اللي هو 10، يطلع المتوسط بكام؟ ب 55.6. اطرح كل قيمه ناقص المتوسط بتاعه، كل قيمة ناقص المتوسط، كل قيمة ناقص المتوسط، وشيل اجيب لها ابسوليوت عشان تشيل الايه النيجاتيف، وتجمع الكلام ده يطلع الناتج 6.7، تقسمه على عدد القيم يطلع المين ديفيشن. اللي بعد، الميجر اللي بعد، الفاريانس.
فاريانس يعني التباين، التباين في القيم، الديفرنس اللي موجود ما بين القيم بيتحسب ازاي؟ هنسميه سيجما سكوير، هو عبارة عن حاصل طرح القيمة ماينس المتوسط الكل سكوير على الان. يبقى هو بس حاول يشيل الابسوليوت عشان النيجاتيف فاليوز مش اكتر. طيب نجرب الكلام، نفس القيمة اهي حسب لها الميو او المتوسط بتاعها طلع 55، اطرح القيمة من المتوسطة، ربع الكلام ده، جمعه واقسمه على 10، يسمى هنا الايه؟ التباين او الفاريانس. وطالما جبت التباين تستطيع تجيب الميجر الاخير اللي هو اسمه الستاندرد ديفيشن او الانحراف المعياري، لان هو الرمز بتاعه سيجما. طب والرمز بتاع التباين ايه؟ سيجما سكوير. اذا السيجما هي جذر السيجما سكوير، او بمعنى ادق ان الستاندرد ديفيشن هو الجذر بتاع الفاريانس. طيب دي كلها من خلال داتا individuals مفردة، لكن ازاي نحسب بقى الديسبرشن من خلال الفريكوانسي تيبل، جدول التكرار اللي خدناه في التندنسي، مظبوط؟ طيب علشان نحسب من خلال الفريكوانسي تيبل، اذا عندي مجموعه من الانترفلز، القيم متقسمه لانترفلز وكل انترفل ليها فريكوانسي معين، وبناء عليه هنحسب الميجرز السابقه دي كلها. تعال نشوف هنحسبها ازاي. لو انا عندي التيبل اللي قدامنا ده presents distribution of patients based on their ages من 20 ل 25 سنة، كان عددهم 6، من 25 ل 30 9، وهكذا. دي القيم متوزعة والفريكوانسي بتاعها. فلو عاوز تحسب الرينج، الرينج معروف هو مين؟ largest value minus smallest value، بس هنا دي مش values، دي intervals. هنعمل ايه؟ هنجيب الميد رينج بتاع كل انترفال عشان نحولها لفاليو. فالميد رينج عباره عن ايه لاول انترفال؟ عباره عن البدايه زائد النهايه على 2 يطلع 22.5. الاخر واحده، اخر انترفال، البدايه 45 والنهايه 50 على 2 يطلع 47، اطرحهم من بعض يدي لك الرينج بتاع القيم ديت. ده اول ميجر. طيب كويس، يعني نحسب بقى الايه؟ الكوارتال ديفيشن للفريكوانسي تيبل. كنا هناك بنروح نعمل ايه؟ نرتب القيم ascending or descending، مظبوط؟ هنا لازم تجيب الكوميوليتيف فريكوانسي اللي هو تنوه المتجمع الصاعد او المتجمع النازل، مظبوط؟ طب يبقى الاول ادي الانترفلز، ودي الفريكوانسي بتاع كل انترفل ومجموعهم 50 سميشن اوف فريكوانسي، لكن لازم نجيب الكوميوليتيف فريكوانسي. طب بتجيبه ازاي؟ بعمل عمودين، عمود اسمه كوميوليتيف انترفلز اقل من 25، كام قيمه؟ كان ممكن تبدا بقى وتقول اقل من 20، ما فيش ما عنده مشكله، بس اقل من 20 زيرو. فاحنا بدانا على طول اقل من 25 اللي هي كام؟ 6. طب أقل من 30 هيبقى كم قيمة؟ إيه القيم اللي أقل من 30؟ اللي هم 9 بلاس 6 اللي هم كام هنا؟ 15. طب أقل من 35 اللي هم 5 والتسعة والست يبقى 20، برافو عليك. طب أقل من 40 احسبهم، 8 و5 13، 13 و9 22 و6 28، جميل، وهكذا. يبقى ده اسمه ايه؟ كوميوليتيف فريكوانسي. عشان احنا عاوزين نحسب ايه اصلا؟ عاوزين نحسب الكوارتال ديفيشن. فالكوارتال ديفيشن بيعتمد على حاجتين، على الكيو 1 والكيو 3
واطرحهم اقسمهم. مش ده اللي حصل؟ طيب جميل، تعال نعمل الكلام ده بقى. الاول لازم احسب الكيو 1 مظبوط. طب هل انت جبت الاوردر بتاع الكيو 1؟ هو الاوردر كان عباره عن ايه؟ ان بلس 1 مضروبا في ربع. هنا دي مش ان، دي انترفلز، فانا بعتمد على الفريكوانسي. اذا الفريكوانسي هيبقى بالنسبه لي هو الان اللي كانت هناك، فبقول سميشن الاف مضروبا في ربع. ولو انت بتحسب كيو 3 الاوردر بتاعها يبقى سميشن الاف في تي في 3 ارباع. فسميشن الاف على 4 ده هحسب الاوردر بتاع مين؟ بتاع الكيو 1. شوف بقى الايكويشن بقى. يبقى انا الاول حددت سميشن الاف على 4 طلع بكام؟ ب 12 وربع. اين تقع ال 12 ونص ديت؟ اسف 12 ونص. اين تقع ال 12 ونص في الفريكوانسي؟ فين بالظبط؟ ماشي؟ هنا في الايه؟ في الكوميوليتيف فريكوانسي. في الكوميوليتيف فريكوانسي. فين ال 12 ونص؟ تقع ما بين ال 6 وال 15. مظبوط؟ اذا الفئه الكبيره ديت اللي هي ال 15 بنقول عليها هي فئه الكيو 1، هي المكان اللي هيقع فيه انه اللور كوارتل. المعادله بتاعتنا بتقول ال 1 زائد الاوردر ماينس الاف ماينس 1 على الاف مضروبا في الويتس اللي هو الانترفال بتاع الفتره نفسها. فالفتره هنا طولها كام؟ من 20 ل 25 طولها 5. ادي الويتس. طب سميشن الاف على 4 ده الاوردر لسه جايبينه 12 ونص. امال ايه ال1؟ اهي ال1 هي بدايه الفتره اللي فيها الكوارتل اللي انت بتبحث عليه او بتحسبه. فبدايتنا 25. ماشي كده؟ بدايتنا كام؟ بدايتنا 25. اذا ال1 ب 25 ثم الاوردر ب 12 ونص ماينس اف سبسكريبت اي ماينس 1. اف اي ماينس 1 هي الكوميوليتيف فريكوانسي السابق اللي هي كام عندنا؟ اللي هي عندنا 6 على سميشن على الاف اي، اسف على الاف اي. الاف اي ديت اللي هي مين؟ هي الفريكوانسي بتاع الفئه اللي فيها الكوارتر. اذا حددت الفاريبلز جبتهم طلعت ان الكيو 1 طلع ب 28.6. ممتاز. نكمل بعد كده نحسب مين بقى يا جماعه؟ نحسب الكيو 3 بنفس التكنيك بالظبط، بنفس الالجوريزم بالظبط. نعمل ايه؟ نحسب الاول الاوردر بتاع كيو 3. نحسبه ازاي؟ نجيب الاف سميشن الاف اللي هو 50 نضربه في 3 ارباع. طلع كام؟ طلع 37.5. نروح نبص على الكوميوليتيف، اين ال 37.5؟ نلاقيها تقع بين ال 28 وال 40. اذا الفئه اللي فيها الكوارتل هي من 40 ل 45. البدايه هنسميها ال، والفريكوانسي بتاعه نسميه اف اي. مظبوط كده؟ والاف اي ماينس 1 اللي هي الكوميوليتيف فريكوانسي البريفيوس. نعوض نطلع ان كيو 3 طلع ب 43. طب فين بقى الكوارتر ديفيشن؟ عباره عن كيو 3 ماينس كيو 1 على 2 اللي هي 43 و96 ماينس 28 و6 على 2 تطلع ب 7.68%. طب احسب لي المين ديفيشن، ده الميجر اللي كنا حاسبينه هناك اللي هو كان ابسوليوت اكس ماينس الميو على الان بس. اما كانت قيم فرديه، لكن لما تبقى انترفالز بقى قال هتضرب في الفريكوانسي بتاعها. نفس القانون بس مع الضرب في ايه؟ في الفريكوانسي. بس فين الاكس اصلا؟ هناك كانت قيم محدده، هنا انترفالز. ما المشكله؟ ما احنا قلنا عشان نحول الانترفال لقيمه بجيب الميد رينج، والميد رينج يعني ايه؟ البدايه زائد النهايه على 2. واضحه؟
تمام كده. يبقى جبنا الإكسات كلها وهذا الفريكوانسي اضرب الاثنين في بعض مظبوط. ضربنا الاكس في الاف ليه؟ عشان تحسب المتوسط. ما انت بتطرح القيمة ناقص المتوسط. فين اصلا المتوسط اللي هو الميو اللي هو سميشن اكس اف على اف طلع ب 36.6. اطرح بقى كل قيمة انت جايبها اللي هي الاكس ده 22.5 ناقص الميو اللي انت حاسبه اللي هو 36 يطلع. واحسب له الابسوليوت عشان تشيل النيجاتيف واضرب الكلام ده في الفريكوانسي يطلع لك المين ديفيشن. مظبوط كده؟ ممتاز. طب الفاريانس بقى ما هو الفاريانس؟ نفس القانون تقريبا مع اختلاف ان انا بشيل الابسوليوت واعمل سكوير مربع. فانا بقول اكس ماينس ميو كل تربيع على ان بجيب الميد رينج الاول اضرب الميد رينج في الاف يطلع لي المتوسط. اطرح الاكس ماينس المتوسط واربع القيمه. القيمه المربعه تتضرب في الفريكوانسي واجمع الكلام ده واقسمه على عدد القيم يطلع لي الفاريانس. وطالما جبت الفاريانس اقدر بعد كده ايه احسب ستاندرد ديفيشن. انا بستاذنكم دي مش الميديان دي مش المين ديفيشن ديت اسمها الفاريانس اللي هي سيجما سكوير. سيجما سكوير مظبوط. جبنا سيجما سكوير اجيب الجذر لها يطلع لي الستاندرد ديفيشن. يبقى انا هنا حسبت خلي بالك الديسبرشن من خلال مجموعه من الميجرز وحسبناها مره من خلال individuals individual values ومن خلال الايه الفريكوانسي table. ارجو ما تنسوش الايه الكلام ده. طيب اخر ميجر عاوزين نعرفه اسمه الكوفيشنت اوف فاريشن او معامل الايه التباين. المعامل التباين بنستخدمه يا جماعه عشان نقارن التشتت ما بين مجموعتين من القيم. عندي مجموعتين من القيم وعاوز اشوف مقارنه بين التشتت هنا والتشتت هناك. فازاي نعمل الكلام ده؟ قال الكوفيشنت اوف فاريشن المعادله بتاعته هو عباره عن الستاندرد ديفيشن. الستاندرد اللي هو عباره عن ايه؟ الانحراف المعياري على الميو هو المتوسط مضروبا في كام؟ في 100. شوف المسألة ديت، شوف التمرين ده. Supposed to samples of kids بيستخدموا نوع two types of milk، بيستخدموا نوعين من الحليب، وكان الوزن بتاعهم كالتالي. السامبل الأولى والسامبل الثانية زي ما أنتم شايفين، المين ويت المتوسط كان 5 وهنا كان 7. هنا الستاندرد ديفيشن الانحراف المعياري اللي هو سيجما كان 1.5 وهنا كان 2.4. احسب او كومبير ما بين التو داتا سيتس دولت من ايه اكوردنج لمين للديسبرشن. فبيقول عشان نحلها هنحسب الكوفيشنت فاريشن لكل سامبل حسبها للسامبل الاولى. فقال عباره عن سيجما على الميو، فسيجما كانت ب 1.5 على الميو ب 5 ضربها في 100 طلعت 30%. الثانيه كانت عباره عن ايه؟ عباره عن 2.4 على 7 مضروبه في 100 ادتنا 34.3. اذا الكوفيشنت بتاع السامبل رقم 2 فيها ايه؟ is more variation فيها dispersion اعلى شويه او تباين اعلى شويه. خلاص؟ طبعا انا اكتفي ب
المحاضرة أو بمجموعة الميجرز ديتي، رجاء أن أنتم تحاولوا تحلوا الإكسرسايزز اللي موجودة في نهاية الليكتشر، وإن شاء الله نشوفكم الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. تحياتي لكم.